لو حابة تعرفي ايه هي الروايح بتاعة البادي ميست اللي بفضلها من باث اند بادي، كملي معايا الفيديو للآخر وهتعرفي كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة ان شاء الله مع بعض هنتكلم عن مفضلاتي في 2021 في روائح البادي ميست من باث اند بادي ووركس. انا عملت فيديوهات منفصلة لكل بادي ميست هنتكلم عنه النهاردة، وهسيب لكم الفيديوهات بتاعته ان شاء الله في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس وكمان في علامة الاي عشان لو حابين تشوفوا الريفيوهات الكاملة لكل بادي ميست من اللي هنتكلم عنه. هنتكلم مع بعض عن 6 انواع من البادي ميست من باث اند بادي ووركس. اللي بيميز البادي ميست دي اللي انا بفضلها ان هي روايحها ثابتة وكمان الروايح بتاعتها مميزة وانثوية جدا. بالنسبة للبوات بتاعت باث اند بادي ووركس، البادي ميست كلها 236 ملي، فهي كمية بتاعتها كبيرة وبتقعد معاكي فترة كبيرة. الصناعة بتاعت البادي ميست بتاعت باث اند بادي ووركس طبعا كلنا عارفين انها بتبقى امريكي، فهي ميد ان يو اس اي. وبالنسبة لي البادي ميست اللي بعتبره عطر الأنوثة هو فور ريفر ريد. الريحة بتاعت فور ريفر ريد مميزة جدا ومن الروايح الثابتة وفي نفس الوقت من القوية. ريحتها أقرب ما يكون للبرفيوم الأنثوية جدا، وفي نفس الوقت ممكن تستخدميها في سهرة مثلا حلوة أو تستخدميها بالليل، فهي من الروائح القوية جدا. الريحة بتاعت فور ريفر ريد هي بتحتوي على الفانيليا، فهي من الروائح المسكرة بس في نفس الوقت من الروائح اللي مش بتصدع أبدا وريحتها بتبقى حلوة قوي. كمان ريحتها بتحتوي على الرمان وعلى كمان نوع من الأخشاب اسمه خشب البلوط. وكمان البادي ميست اللي عجبني جدا هو من احدث البادي ميست اللي هي نزلتها باث اند بادي ووركس اللي هو اسمه داليا، لانه ريحته هو موجود فيها او مكون فيها الاساسي هو بتلات داليا اللي هي نوع من انواع الزهور اللي بتسمى داليا، وكمان بيحتوي على الكمثرى وحلوى المكسرات وانواع تانية من الورود. وبتتميز كمان البادي ميست من داليا ان هو الازازه بتاعته شكلها مميز قوي، اللون الذهبي مع شكل الورود مديها شكل انثوي جدا، بالذات لو انت عروسه وحابه تزيني بيها تسريحتك. ريحه البادي ميست داليا هي بتجمع ما بين الروائح المسكره وفي نفس الوقت روائح الزهور، بس الغالب عليها اكتر هي ريحه الزهور. فانت لو من محبين ريحه الزهور هتعجبك جدا البادي ميست ده، وفي نفس الوقت الثبات بتاعه عالي جدا، فممكن يقعد معاكي على اللبس اكتر من يوم. بالنسبة لي هو البادي ميست داليا هو بقى من مفضلاتي، فهي حتى لو خلصت من عندي هنبقى حابة ان انا اكررها مرة تانية. بادي ميست وورم فانيليا شوجر هو من مفضلاتي، وهفضل طبعا اكرره اكتر من مرة لان انا من محبين جدا الروائح اللي هي فيها ريحة الفانيليا. فطبعا لو انت من محبين الروائح اللي هي فيها ريحة الفانيليا هتحبي جدا البادي ميست ده. فريحة البادي ميست اللي هو وورم فانيليا شوجر هي بتحتوي على الفانيليا والسكر والصندل الكريمي والعود كمان، فهي ريحته بتجمع ما بين الريحة المسكرة جدا والفانيليا ومعاها كمان ريحة العود، فبتدي ميكس رائع جدا لو انت بتحبي الروايح دي. الورم فانيليا شوجر من الروايح البادي ميست المميزة جدا عند باث اند بادي ووركس، ومن الحاجات اللي برشحها ليكوا جدا لو انتوا بتحبوا روائح الفانيليا والروايح المسكرة. والبادي ميست اللي انا جربته وفعلا ما ندمتش ابدا ان انا جبته هو الستروبيري باوند كيك. هو من الحاجات الجديده اللي عاملاها باث اند بادي ووركس والحاجات اللي هم مميزين فيها جدا. البادي ميست حلو جدا، ومجرد ما بترشيه بتحسي كانك ان انت بقيتي عباره عن كيك. هو ريحته حلوه قوي ومميزه من الروائح المسكره، فانت لو بتحبي الروائح المسكره هيعجبك جدا، ولو بتحبي ريحه الكيك هتموتي جدا في البادي ميست ده. ستروبيري باوند كيك بادي ميست هو الروايح بتاعته بتحتوي على الفراولة وبتحتوي على الكعكة يعني الكيك، وفي نفس الوقت الكريمة المخفوقة، فانت هتحس ان انت عبارة عن كيك متنقلة. فانا اكيد اكيد هجرب تاني الستروبيري باوند كيك، وكمان حابة ان انا اجرب منها ان شاء الله بعد كده الشاور جيل وكمان اللوشن. اما بالنسبة لي البادي ميست المفضل واللي دايما دايما مش هقطعه من عندي هو دارك كيس. دارك كيس من البادي ميست اللي مشهوره جدا ودايما هي بيست سيلر، ومعظم الناس بتعمل عنها ريفيو حتى وبتشكر فيها، وانا بصراحه لما جربته عجبني جدا البادي ميست ده. هو من الروائح الانثويه جدا اللي لو اي عروسه حابه تجيب بادي ميست انصحك جدا ان انت تجيبي الدارك كيس. انا عجبني جدا وريحته هي مزيج ما بين ريحه التوت والورد والفانيليا، فهي ريحه مسكره وفي نفس الوقت فيها بعض الروائح من الورد والفانيليا، فبتديكي ميكس هايل جدا ومعمول بطريقه حلوه قوي، ما بيحسسكيش ابدا ان انت تصدعي من الريحه دي، ولا في نفس الوقت لو انت مش من محبي الزهور برضو يعني هيعجبك. فبادي ميست الدارك كيس هو بيحتوي على روائح زي ما احنا قلنا التوت وفي نفس الوقت الورد والفانيليا، وكمان بيحتوي على المسك وبعض انواع الزهور، فكلها هي عباره عن ميكس ما بين زهور وما بين روائح مسكره، فهتديكي ريحه لكل الناس اللي بتحب الروائح المسكره هيعجبها البادي ميست، وكل اللي بيحبوا كمان الورود هيعجبها البادي ميست جدا.
فانا ارشحه ليكو، وبصراحة هو من الروائح المميزة جدا في باث اند بادي ووركس. ومن اشهر بادي ميست في باث اند بادي ووركس هو الجابانيز شيري بلوسوم، في منه طبعا البادي ميست، وفي منه الشاور واللوشن، وفي منه الشموع كمان من الحاجات البيست سيلر وهي المفضلة عند معظم الناس، وانا كمان بصراحة هحطه في مفضلاتي لان عجبني جدا وريحته حلوة جدا ومميزة. ريحته عبارة عن مزيج ما بين البراعم الكرز اللي هو الكريز الياباني، وفي نفس الوقت الكمثرى، وريحة الياسمين الابيض، وكمان خشب الصندل. هو بيجمع ما بين الروائح المسكرة وفي نفس الوقت الورود. شكل الازازة بتاعته مميزة جدا، وكمان بتزين جدا تسريحتك لو انت هتحطيها لو انت عروسة، في نفس الوقت الريحة حلوة قوي، وكمان مش بتصدع ولا بتحسسك ان انت متضايقة من ريحة الريحة المسكرة بتاعتها خالص. يعتبر خلاص بقى من مفضلاتي، من حابة جدا ان انا اكرره تاني مجرد ما بخلصه، وفي نفس الوقت الريحة بتاعته حلوة قوي وبتحسسك باحساس ريحة النظافة. يا رب النهاردة ريفيو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب مع كل اصحابك، وتدوسي كمان على الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل جديد. لو حابة تشوفي كل الريفيوهات اللي عملتها عن كل المنتجات اللي جربتها ورأيي فيها، هسيبلك ان شاء الله الرابط في الديسكريبشن بوكس، في علامة الاي كمان اللي بتظهر من فوق. اسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.